عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أحبة. سأتحدث اليوم عن فيلم أصحاب ولا أعز. الفيلم هو في الواقع تجسيد حي لمعاهدة سيداو في قالب سينمائي، لكن قبل البدء عليكم فضلا وليس أمرا التسجيل في القناة مع تفعيل زر الجرس حتى يصل إليكم كل ما هو جديد. فهيا بنا ننطلق معا. في رؤية قد تكون أشبه بالرؤية النقدية لما جاء في فيلم أصحاب ولا أعز الذي عرضته منصة نتفليكس في الفترة الأخيرة، سأتحدث عن الفيلم الذي هو عبارة عن تجسيد لمعاهد سيداو في قالب سينمائي. أحداث الفيلم بشكل مختصر تتحدث عن ابنة تمتلك واقي ذكري، تطلب من والدها أن يسمح لها أن تقضي ليلتها مع صديقها مع عدم قدرة الأب الديمقراطي الرفض ليترك لها الخيار. المرأة المصرية تقيم علاقة على الماسنجر بسبب عدم اللقاء الجنسي بينها وبين زوجها، وعندما يكتشف الزوج ذلك يغضب ثم يهدأ وكأن شيئا لم يكن. الزوج الذي لعب شخصيته إيان نصار يستقبل صورا إباحية. الصديق المثلي الذي يعلنها للجميع بقوله أنا مثلي أنا مثلي يستقبل الجميع الخبر بشكل طبيعي. الفيلم بصراحة عمق هذا الخط وركز عليه وجعل المشاهد يتعاطف مع الشخص المثلي. الزوج يكتشف خيانة زوجته. الخيانة هي مصنع صديق لهذا الزوج، لكنه في الواقع لم يستطع المواجهة. والغريب أنه بعد كل هذه المصائب والكوارث عاد الجميع إلى منازلهم واستمروا في الرذيلة وكأن شيئا لم يكن. عموما أو تحديدا هذا العمل موجه للأسرة العربية، والقادم أسوأ إن لم يتم اتخاذ موقف حازم وحاسم ضد هذه الأعمال القذرة. لمن لا يعلم ما هي اتفاقية سيداو، ولمن لا يعلم خطورة هذه الاتفاقية، ولمن لا يعلم كيف يريد الغرب تدمير الأسرة المسلمة. بعض الدول العربية بدأت بتنفيذ اتفاقية سيداو، وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة نهائياً. اتفاقية سيداو تقول الرجل يمكنه الزواج برجل مثله، والمرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها. اتفاقية سيداو تقول أنها لا تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية لكل من الزوجين، والقيام بعمليات جنسية شاذة عند الشواذ والمثليين، وتحويل الجنس وعدم التعرض لأطفالنا إن اختاروا الشذوذ. اتفاقية سيداو تقول المرأة ترتبط بمن تشاء وتنفصل متى تشاء وتعاود الارتباط متى تشاء. يجب أن نفهم أن القضية التي طرحت في فيلم أصحاب ولا أعز والتي تستهدف منصة نتفليكس فرضها علينا هي قضية جدا شائكة، قضية لامست أخلاقيات الأسرة العربية. فهل تعلمون عدد الشباب الذين يشاهدون منصة نتفليكس ويأخذون الثقافة منها؟ إن القادمة أسوأ إذا لم تتم السيطرة والمحاسبة. إذا لم تتم السيطرة والمحاسبة سيحق علينا العذاب. إذا لم تتم السيطرة والمحاسبة فإن الله سيحق علينا العذاب وستكون الكوارث وعذاب الله أكبر وأشد. ونحن نقول ولمن يدعي الانفتاح نقول ديمقراطياً كان على لوط عليه السلام قبول رذيلة قومه كونهم يشكلون غالبية المجتمع. ليبراليا لا يحق للوط عليه السلام أن ينهاهم عن رذيلتهم، فهم أحرار في تصرفاتهم خاصة أنهم لم يؤذوا أحدا. علمانيا ما دخل الدين في ممارسات جنسية تتم برضا الطرفين. تنويريا قوم لوط مساكين معذورون، كونهم يعانون من خلل جيني أجبرهم بشكل طبيعي على ممارسة الفاحشة. الدولة المدنية
الشواذ فئة من الشعب يجب على الجميع احترامهم وإعطاؤهم حقوقهم لممارسة الرذيلة، بل يحق لهم تمثيل أنفسهم في البرلمان. في دين الإسلام، لوط عليه السلام لم يكن قادرا على ردع قومه، فأنكر رذيلتهم ونصحهم باللسان وكره بقلبه أفعالهم، ثم غادرهم بأمر رباني بعد تكرار النصح والدعوة بلا جدوى. ثم حلت العقوبة الربانية في قوله تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. إن الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والتنويرية والدولة المدنية كلها تنازع الإسلام في أصوله وفروعه وأخلاقه وتعاملاته، لا يجمعهم به أي رباط، تماما كالتناقض بين الكفر والإيمان. زوجة لوط عليه السلام لم تشترك معهم في الفاحشة، ولكنها كانت منفتحة تتقبل أفعالهم ولا تنكرها عليهم وتقرهم فيما يفعلون، فكان جزاؤها في قوله تعالى: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. درس قاس لكل من ادعى المثالية والانفتاح في حدود الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. حتى هذه اللحظة لا يذكر أن ثمة رد قام به المعارضون لهذا السيناريو الجريء والمشاهد الصادمة، فقد هو مجرد، لن نقول أنها زوبعة في فنجان، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر ثمة قرار أو اعتذار أو أي شيء من حتى من الممثلين الذين قاموا بأداء المشاهد هذه في الفيلم. عموما فقط في كويت الخير والعز قام محامي كويتي برفع دعوى قضائية ضد منصة نتفليكس تطالب هذه الدعوة بحجب هذه المنصة ووقف بثها فورا، وتلقت وزارة الإعلام هذه الدعوة، وسيكون هناك محكمة في نهاية هذا الشهر لنرى الإجراء القضائي وإجراء المحكمة. وأتوقع أن هذا قد تطال هذه الدعوة محكمة خارج الكويت، الله أعلم، لكن سننتظر الحكم. عموما سواء كان الحكم بالإيجاب أو بالسلب، لكن نقدر رفع هذه الدعوة القضائية من جانب المحامي الكويتي الذي طالب ب وقف وحجب منصة نتفليكس بذريعة أنها منصة موجهة لتدمير الأسرة العربية المسلمة وتدمير أخلاقيات بسبب المشاهد الصادمة والسيناريو الجريء الذي هو مقتبس من فكرة وسيناريو وفيلم إيطالي أصلا لا يمثلنا ولا يمثل عاداتنا ولا حتى تقاليدنا. عموما سننتظر حتى ونرى ما ستؤول إليه نتيجة هذه الدعوة، وماذا على ماذا سينتهي فيلم أصحاب ولا أعز في جميع الأصعدة. أيها الأحبة، كان ما سبق هو رؤية سريعة لما جاء في فيلم أصحاب والأعز الذي عرض على منصة نتفليكس. كمية وعدد كبير من الجمهور العربي والمشاهدين الذين اعترضوا على هذا، على الرؤية والفكرة التي جاءت من اقتباس فيلم بمؤثرين ونجوم عرب، لكنهم حاكوا وطبقوا فيلم برؤية وتأليف وقصة إيطالية وترجموها إلى العربية. طبعا هذا لا يشفع لهم، فنحن في مجتمعات محافظة، وإن لم تكن محافظة لكن هناك ثوابت وأساسيات نحن مقتنعون بها ونعمل بها، وهي أساس تربيتنا وأساس تركيبتنا التي نشأنا والتي جاءت بها أخلاقيات الأديان السماوية الثلاث. عموما أتمنى أن يكون قد راق لكم ما تحدثنا فيه اليوم، فأتمنى أن تكتبوا لي في الكومنتس وأن تقوموا بالتسجيل بالقناة مع تفعيل جرس التنبيه. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.